لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على دعوى الرافضي أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين، وذكر فضائل علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم. قال شيخ الإسلام: والجواب عنه من وجوه. أحدها أن يقال: لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت، لا الإثنى عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه. مش لا نسلم، بل نجزم أنهم لم يأخذوا عن هؤلاء الأئمة. هم مخالفون لعلي وللحسن وللحسين ولعلي زين العابدين ولمحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم، كل هؤلاء أئمة من أئمة أهل السنة، ولم يقولوا شيئا مما يذكرونه في الإمامة ولا في الصفات ولا في القدر. عامة الإمامية في الصفات معطلة زي المعتزلة، وفي القدر قدرية نفاة مثل المعتزلة، وفي الإمامة معروف مذهبهم في طعن فيها إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. يقول إن هم مخالفون لعلي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة، توحيدهم وعدلهم وإمامتهم. أكثر ثلاث مسائل: التوحيد اللي هو الصفات، هم ينفون الصفات مع أن في طوائف منهم تثبت الصفات لكنهم مختلفون. ترى أنتم بتقولوا مأخوذ عن الأئمة المعصومين، أنه فرقة منكم المثبتة للصفات ولا المؤولة للصفات؟ يعني كلام الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية في باب الصفات يقترب من الإثبات، ليس كجمهور الإمامية السابقين. فده دليل عن عندهم قولين أو عدة أقوال. في العدل اللي هو قضية القضاء والقدر، هم ينفون خلق الله لأفعال العباد وينفون إرادة الله ومشيئته في أفعال العباد الاختيارية. والإمامة لا يثبتون خلافة أحد من الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. يقول: فإن الثابت عن علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله وإثبات القدر وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغير ذلك من المسائل، كله يناقض مذهب الرافضة، والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم. يعني اللي يطلع على المنقول هيحصل له اضطرار يجزم 100% أن كلام الأئمة أئمة أهل البيت موافق لأهل السنة ليس موافقا لمذهب الرافضة. بل في أشياء ضرورية فعليا، يعني علي بن أبي طالب طول مدة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كان بيعمل إيه؟ كان معاهم بيحاربهم؟ كان بيعمل مؤامرات عليهم ولا كان ناصح لهم؟ كان دائم المشورة عليهم، هم يستشيرونه وهو يستشيرهم، يمدحهم ويمدحونه، بيمشي في جنازة عمر ويقول: ما أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثل فلان، ما وددت أن يعني ألقى الله مثل عمل أحد مثل فلان مثل عمر رضي الله عنه. ويقول: لقد ظننت أن يجعلك الله مع صاحبيك، إذ كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، وغير ذلك كثير. فعلي بن أبي طالب أولاده الحسن والحسين وبقية أئمة آل البيت عبد الله بن جعفر من الشباب يعني كانوا فيهم في حراسة عثمان،
رضي الله عنه، وهم الذين ظلوا مع عثمان إلى اللحظات الأخيرة، إلى أن عزم عليهم أن يرجعوا إلى بيوتهم ويغمدوا سيوفه. طب يبقى ده حاجة في النقل مستفيد جدا، الثابت في صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية سأل علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها، فقال يا بني أو ما تعلم أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم من؟ قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وفي وعلى منبر الكوفة أن علي بن أبي طالب قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفدية 80. عشان كده يقول اللي يعرف يحصل له علم ضروري بأن أئمة آل البيت اللي أنتوا جبتوا أساميهم دول وفضلهم مخالفون ليه؟ لعقيدة الرافضة، موافقون لعقيدة آل السنة. فأكبر ثلاث مسائل: صفات القدر، الإمامة. الثاني، الوجه الثاني من وجوه الرد على هذا، يعني الوجه الأول إن أنتم أخذتوش عقيدتكم عن آل البيت، ده إحنا اللي واخدين عقيدتنا إيه؟ عن آل البيت. الثاني أن يقال قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول دينهم، فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين؟ إذا أنتم تقولوا معصومين ومفيش اجتهاد في المسائل، يبقى لازم الكلام يكون واحد. حتى مسائل الإمامة قد عرف اضطرابهم فيها، وقد تقدم بعض اختلافهم في النص، إن علي رضي الله عنه كان بالنص ولا لم يكن بالنص، إن علي نص على الحسن ولا لا، والحسن نص على الحسين ولا لا، وهكذا. وبعضهم بيقول لا، اتفاق أهل البيت على ذلك. يقول وفي المنتظر، فهم في الباقي المنتظر على أقوال. الباقي المنتظر اللي هو دلوقتي اخترعوا أنهم بيتواصلوا معاه بالإنترنت، آخر خزعبلات مثل المجانين. يقول منهم من يقول ببقاء جعفر ابن محمد، الفرق دي خلاص مش هي دي الموجودة دلوقتي، بس كان زمان بيقولوا الباقي المنتظر ده اللي هو قاعد حي في السرداب الجعفر، ان هو جعفر ابن محمد اللي هو جعفر الصادق. ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر اللي بيسموه موسى الكاظم، طبعا هو مقام موسى الكاظم عاملين زي الكعبة في العراق، يعني عندهم طواف، وموسى الكاظم الضريح بتاعه له ساحة ومطاف. يقول ومنهم من يقول ببقاء محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن علي يعني، ومنهم من يقول ببقاء محمد ابن الحنفية، وهؤلاء يقولون نص علي على الحسن والحسين، وهؤلاء يقولون على محمد ابن الحنفية، وهؤلاء يقولون أوصى علي ابن الحسين إلى ابنه أبي جعفر اللي هو محمد الباقر، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، يعني ناس يقولون اللي هو عبد الله بن علي، وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وهؤلاء يقولون إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل، هؤلاء يقولون إلى ابنه محمد بن إسماعيل، هؤلاء يقولون إلى ابنه محمد، هؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن الحسن، وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبيد الله بن ميمون القداح الحاكم وشيعته. بني عبيد الله بن ميمون القداح ده اللي هم الفاطميين، دي طائفة بتقول هم دول الأئمة. وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بني العباس، ويمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم، فبطل قولهم إن أقوالهم مأخوذة عن معصوم، لأن مأخوذة عن معصوم ما كانش اختلف. الوجه الثالث أن يقال هب أن عليا كان معصوم، افتراض تنزل مع الخصم، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة على فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا الاختلاف وهم متنازعون هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخر؟ أنتوا كلكم منتسبين لعلي، الزيدية منتسبين لعلي، والإسماعيلية منتسبين لعلي، والرافضة منتسبين لعلي،
وكل منكم بيقول كلامنا هو الصح عشان مأخوذ عن علي المعصوم. طب كل منكم بيدعي شيئا، كل منهم يدعي أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين وليست للشيعة أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال. لا، ده هو الكتاب اللي طلع به الكليني من استرداب، وفي الآثار بلا سند عن جعفر، والآثار بلا سند عن محمد الباقر وعن علي، كلها حكايات ليس عندهم إسناد يعرف، بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل، فهل يثق عاقل بذلك؟ وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا ونص هذا على هذا، كل منهم يقول لا ده نصوصنا متواترة، التانيين طب ما التاني بيقول نصوصه ايه متواترة، لان ما عندوش اسناد، هيدعي ايه؟ يدعي اي حاجة. يقول كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوى لم يكن بين الدعويين فرق، لأنه كل واحد بيقول دنا اللي معايا دنا اللي معايا. فهذه الوجوه وغيرها تبين أنه بتقدير ثبوت عصمة علي رضي الله عنه فمذهبهم ليس مأخوذا عنه، فنفس دعواهم العصمة في علي مثل دعوى النصارى الإلهية في المسيح، مع أن ما هم عليه ليس مأخوذا عن المسيح، ولذلك بنقول ما هم عليه من العصمة لعلي ليس مأخوذا عن علي ولا عن أحد من أهل بيت. الوجه الرابع أنهم في مذهبهم محتاجون إلى مقدمتين، إحداهما عصمة من يضيفون إليه المذهب من الأئمة، الثاني ثبوت ذلك النقل عن هذا الإمام، وكلتا المقدمتين باطلة، لا انت هتعرف تثبت ان هم معصومين ولا هتعرف تثبت ان ده كلامهم، مفيش اثبات نقل صحيح يثبت ان ده كلام الأئمة دول. فان المسيح ليس بإله بل هو رسول كريم، وبتقدير كونه ان يكون إلها او رسولا كريما فقوله حق، لكن ما تقوله النصارى ليس من قول. يعني انت عشان نظر النصارى اول حاجة تقول لهم اثبتوا ان المسيح ايه إله، قال الكلام ده واثبتوا صحة النقل إلى المسيح، لا أنت تعرف تثبت الأولانية ولا تعرف تثبت الايه التانية، وهكذا هؤلاء. يقول ولهذا كان في علي رضي الله عنه شبه من المسيح، قوم غلوا فيه فوق قدره وقوم نقصوه دون قدره، فهم كاليهود. إن نقصوه دون قدره دول زي مين في علي بقى؟ الخوارج اللي قتلوه، مش كده؟ وقوم غلوا فيه فوق قدره الرافضة وأغلاهم الغلاة اللي هم قالوا فيه الألوهية. فالنصارى غلوا في المسيح فادعوا إليه فيه الألوهية، واليهود كذبوه واتهموه وأمه بالبهتان العظيم. يقول قوم غلوا فيه فوق قدره وقوم نقصوه دون قدره فهم كاليهود. هؤلاء يقولون عن المسيح إنه إله، وهؤلاء يقولون كافر ولد بغية. كذلك علي، هؤلاء يقولون عنه إنه إله، هؤلاء يقولون إنه كافر ظالم، هم الخوارج. الوجه الخامس أن يقال قد ثبت لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي ابن الحسين وابنه محمد وجعفر ابن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافضي. يعني انت جبت حتة ده احنا نجيب لك ايه اضعفها في فضائل ايه هؤلاء الأئمة، ان احنا بنعتقد فعلا ايه فضلهم. وذكر اشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها. يعني انت في حاجات كتيرة ما قلتهاش في فضل هؤلاء الأئمة وقلت كلام كذب، مثل قوله نزل في حقهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فإن سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر،
وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار. ما بيقولوش كده، هم ما يرضوش بده، ما عندهمش أمثال، هم عندهم حد مثل علي، ما عندهمش. ما هو لو كان كده يبقى مش هيثبت العصمة بيها. ده هو المشكلة إن هو بيحتاج الكلام ده عشان يثبت الإيه؟ العصمة. فهو ما بيثبتش حاجة إلا لدول بس. يقول: وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وإذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم، زي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل تعني أن هذا أمر قد وقع كونا؟ ما يلزمش. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هذه إرادة الله الشرعية تشريع ذلك، أنهم إنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. فإن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الإرادة الشرعية يعني، كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. دي في الأمة كلها إرادة الله لتطهير الأمة، هل يستلزم العصمة؟ وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه في إرادة شرعية، أوامر بها يحصل الطهارة ويحصل الهداية ويحصل التخفيف. يقول: فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، أنهم نفال القدر، يعني يريد ما لا يكون، ما عندهمش غير إرادة واحدة بس، الإرادة الشرعية، والمعاصي توجدت يبقى يقول لك أراد الله الإيمان والعباد وأرادوا الكفر، فإرادة العباد هي التي وقعت. ويكون ما لا يريد، الكفر ده لا يريده، لأنه بقول لك ما بيقولوش التفرقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. فيقولوا يكون ما لا يريد، لا، احنا أهل السنة يقولون ولا يكون إلا ما يريد، أي كونا. أما الأوامر والنواهي فالله أمر بها شرعا ولم يرد إرادتها كلها كونا في العموم. يقول: فقولوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا. وهم يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم. وأما المثبتون للقدر فيقولون إن الله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما حضر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه، يعني إرادة شرعية وليست إرادة كونية، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على فاطمة، على علي وفاطمة وحسن وحسين، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رواه مسلم في صحيح عن عائشة. يعني اللي راوي الفضل أهل البيت مين؟ عائشة رضي الله عنها.
ورواه أهل السنة عن أم سلمة، يعني عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين. أحدهما أنه دعا لهم بذلك، وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك، ده الرسول بيدعو أن يكونوا. لو كانت هي خبر عن الوقوع يبقى إيه معنى الرسول يدعي أن ربنا يذهب عنهم الرجس؟ يقول: فإنه لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك، لا يقتصر على مجرد الدعاء به، الدعاء به. الثاني أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وهذا يدل على أنه خالق أفعال العباد خلافا لهم، لأنهم قدرية يقولون أفعال العباد ليست داخلة في قدرة الله. ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي قوله سبحانه وتعالى في سياق الكلام: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الدلالة الآيات كلها أوامر ونواهي، يبقى يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تعليل الأوامر والنواهي دي، يعني ربنا أمركم بكده عشان يحصل كده، وليس أن هذا قد إيه خبر عن الوقوع الماضي. والله أعلم. هذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهي، ويدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن، ويدل على أن قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عما غير أزواجه كعلي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث، وهؤلاء يخصوا بكونهم من أهل البيت بالأولى من أزواجه، يعني أزواجه من أهل بيته وهؤلاء أولى من أزواجه بأنهم من أهل بيته، فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء، كما أن مسجد قباء أسس على التقوى ومسرده صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى، وهو أكمل في ذلك. فلو نزل قوله تعالى لمسرد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بسبب مسجد قباء، فلما نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى إلى آخر الآية بسبب مسجد قباء تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. يعني بقول الآيات نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وشملت بطريق الأولى علي وفاطمة والحسن والحسين. قولوا قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.